سلام البنات، اليوم جيت نهضر لكم على لي زويت اللي كنت شريت هاد السيمانه، ديال السيلوليت وديال لي فيرجوتور. هما ما تحيدهمش 100%، غير كينقصوا منهم تيخليو ان الجلده تحيا وتعيش وتبقى فيها واحد لابيون زوينه. نبدا باول حاجه اللي هو زيت السكينجبير، اللي معروف انه تيدار كيديروه الناس بزاف في لي ماساج، وريحته ما خيباش، صافا ما بيعش. عندنا زيت ديال القرفه. زيت القرفه هو معروف انه كينشط، الا درتيه للجلده كينشط الدوره الدمويه. ملي تديرو تحس بانه حرقك بالحرقه شويه. انا هاد الزيت هذا باش ما يحرقكش خصك ضروري تخلطو مع شي زيت اخر. عندك زيت القرنفل. زيت القرنفل حتى هو معروف بانه تيدار للمنطقه ديال البطن، وتيديروه الناس عاوتاني حتى هو تيدار في المساج مزيان، وتخلي وكيخلي الجلده انها تعيش. عندنا زيت النعناع. زيت النعناع حتى هو معروف بالمساج، كيدار في لي كريم المجهدين، بحال هاد لا كريم هادي. هاد لا كريم هادي ملي تنديرها كنحس بريحه النعناع مجهده وتحرقك. هذا حتى هو ملي كدير غير شويه منه كتحس بيه مجد. هاد الزويت كاملين مجهدين. كنخلط هاد الزويت هادي، كندير معلقه معلقه معلقه، وكنزيد عليهم زيت اللوز. زيت اللوز للبشره، كنزيد حتى انا عندي البشره شويه جافه، كندير معاه، كنزيد هاد زيت اللوز باش البشره ديالتي تولي رطبه بزاف وتحيد منها تشققات سميتو تشققات اللي ديال الجفاف ديالها. عندنا زيت ديال الارغان. هاد زيت ديال الارغان حتى هو مزيان، معروف انه تيغذي الجلده ديال كيغذي الجسم ديالنا. كديروا ان هاد الزويت هادو كديروا معلقه 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 متساوي، وكتزيديو معاهم معلقه ديال فازلين هادي ديال الحامض، وكتدهنوهم البلايص ديال الفخاض والكرش، وكديروا السلوفان، وكديروا السبور ديالكم. ومن بعد ملي كتدوشوا كتحسوا بالجسم ديالكم. راه انا هاد الوصفه هادي ما كنديرش بالليل، ما كنديرش معها فازلين. كنشد هاد الزيوت هادو كندهنهم لحمي كامل، تندير الحركات، بعد كندخل ندوش. ملي اون فوا كندوش كنخرج فريمون تحسي براسك رطبه، كتحس بالجسم ديالك زوين بزاف. اليوم قررت انني ندير الورق ديال ليشو، غنشدهم غنبخرهم يكونوا هكا كبار، غادي نشدهم غنبخرهم، وغنديرهم غندير هاد الزيوت هادو، وغنديرهم منطقه البطن ديالي، وغندور عليهم السلوفان، ونلبس شي حاجه ديال الثوب كتشرب، ماشي شي حاجه ديال اللي شي قولها شي نيلو، شي حاجه نيلو. المهم الاحسن يكون قطن تيشرب العرق وتيشرب هاد البلايص، شي حاجه اللي هي فازقه العرق بيان سو. هادشي اللي نقدر نقول لكم البنات، وكنتمنى لكم نهار زوين. بيزو.